السلام عليكم، معكم الكابتن ثائر لاعب حديد 17 سنة لعبة الحديد. حضرت بعض البطولات والحمد لله رب العالمين حصلت بعض البطولات، حصلت نتائج كبيرة. أنا يعني في سؤال إجاني على الفيسبوك وأنا حاب أفيد الناس، إنه كابتن قبل البطولة نقدر نوقف الملح والمي. أنا بحكي وبنصح إنه ما توقف المي قبل البطولة، لأنه ضروري جدا المي يكون يعني طبيعي إنك تشرب مي سبيشالي قبل البطولة. هون أنا حضرت بطولة آسيا والحمد لله حصلت مركز ممتاز، وكنت عادي ما قطعت المي، كنت أشرب مي طبيعي لأنه العضلة محتاجة تشرب مي تكون طبيعي، ما توقف المي والملح ويكون الملح يكون سبيشال. والحمد لله رب العالمين حصلت بطولات كثيرة، وشاركت بطولة في دبي، وشاركت بطولة في آسيا، وشاركت بطولة في أمريكا، والحمد لله رب العالمين حصلت نتائج حلوة. أفضل أنه الإنسان، أي إنسان يكون عنده صبر لحتى ينزل هذه البطولة. البطولة هي محتاجة لأمر معين، أنك تحضر أكلك صح وتنام صح ضروري جدا، لأن النوم ضروري والتغذية ضرورية، فهذا كله ضروري أنك أنت تتغدى 100%. أنا بحب أنزل بعد التدريب، أنتوا زي ما شايفين هون أنا بحب أتدرب في تحضير البطولات، بحب يعني بحط أوزان ثقيلة، بلعب 20 تكرار عالي علشان أحرق كل البروتين والتغذية، وبحب أنام بكير جدا. شكرا لكم.